أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، ثم أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا نقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المباركة وبين طيات هذا الكتاب الكريم، ونحن الآن بصدد الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى عن الحديث عن القسم الثالث من كتاب علوم القرآن، والذي يتناول علم التجويد أو جزء من علم التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير من علم، ويجعلكم طلابي من خير من تعلم. فلنبدأ على بركة الله، نستعرض معا محاور المحاضرة. في هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى أنواع الإدغام. سنتناول الحديث عن إدغام المتماثلين، وإدغام المتجانسين، وإدغام المتقاربين. نبدأ على بركة الله بالشرح المفصل وطرح العديد من الأمثلة لكي تتضح الرؤية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهرة في كتاب الله حين نتلو كتاب الله، لكي نكون مع السفرة الكرام البررة. أولاً، إدغام المتماثلين. معنى المتماثلين أي متساويين ومتكافئين في كل الأمور، في كل الأمور. المتماثلين إذا التقى حرفان متماثلان أي مثل بعض، أولهما ساكن وهذا شرط، والثاني متحرك، أضغم الأول في الثاني. إذا إدغام المتماثلين أن يوجد حرفان، أول ساكن والثاني متحرك. هناك شرط أساسي أن لكي يسمى الإدغام إدغام متماثلين، ولكي نفرق بينه وبين الإدغام الطبيعي العادي اللي هو إدغام بغنة وبغير غنة، نقول أن إدغام المتماثلين من اسمه يشترط أن يكون الحرفان متماثلان. المثال على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ. ما لكم من، الميم والميم حرفان متماثلان. ما لكم، الميم ساكنة، من، الميم متحركة مكسورة. إذا تضغم الميم الأولى في الميم الثانية بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا، لا نقول هنا من جنس الثاني لأنهما متماثلان. أيضا مثال آخر: ما كانت تعبد. التاء والتاء، التاء ساكنة والتاء الأخرى متحركة. عند النطق نقول ما كانت تعبد، تاء ننطقها تاء واحدة مشددة. أيضا قوله تعالى: اضرب بعصاك. الباء الساكنة تلاها تاء متحركة، نقول اضرب بعصاك لكي فيصبحان الحرفان واحدا مشددا. أيضا اذهب بكتابي، لا نقول اذهب بكتابي ولكن نقول اذهب بكتابي، تصبح باء مشددة واحدة. يدرككم الموت. أيضا إذ ذهب، هنا الكاف مع الكاف، وهنا الذال مع الذاء الأولى ساكنة، ذال الأولى ساكنة والثانية متحركة. إدغام المتماثلين يجب فيه الإدغام بدون غنة، فاضرب بعصاك لا يمكن أن يكون فيها غنة. اذهب بكتاب، يدرككم، إذ ذهب. لكن متى تكون الغنة؟ الغنة معروفة أنها موجودة في أصل النون والميم، ولذلك إذا جاء الحرفان المتماثلان نون ونون أو ميم وميم، هنا يكون الإدغام المتماثلين بغنة، لكن ما عدا ذلك من الحروف يكون الإدغام إدغام متماثلين بدون غنة. نأتي الآن إلى إدغام المتجانسين. إدغام المتجانسين يكون في اتفاق الحرفان مخرجاً لا صفة. نحن نعرف أن المخرج الواحد من مخارج الحروف قد يشتمل على أكثر من حرف. كيف نميز بين حرف وحرف ما داموا في نفس المخرج؟ اللسان يوجد عدد كبير من الأحرف على مخرج اللسان، الحلق، الشفتين، يوجد أكثر من لسان على نفس المخرج. كيف نميز بين حرف وحرف؟ نميز بصفات حرف عن حرف. إذا في المتجانسين يكون هناك اتفاق في المخرج، لكن يكون هناك اختلافا في الصفة.
أمثلة إدغام المتماثلين، أولاً التاء الساكنة تدغم في موضعين لو جاء بعدها دال أو طاء. لو لاحظنا أن الدال والطاء، الدال والتاء والطاء جميعها تخرج من طرف اللسان إت مع أصول الثنايا العليا، لكن الدال لها صفات والطاء لها صفات والتاء لها صفات. نأتي الآن إلى ضرب الأمثلة. أثقل الدعوى، هنا لا ننطق التاء وإنما ندخلها في الدال، نقول أثقل الدعوى أجيبت دعوتكما هم الطائفتان. هنا التاء أدخلت في الطاء، قال الطائفة، قال الطائفة. هنا أضغمت التاء في الطاء، لماذا؟ بسبب التجانس بين الحرفين واتفاقهما في المخرج، ولكن فعلا يختلف في الصفة. طبعا هنا الإضغام لا يكون، أو هنا الإضغام يكون إضغاما لكنه بغير غنة كما قلنا فيما سبق أن الأقوى جميع الأحرف تكون بغير غنة إلا إذا جاءت فيه النون والميم. طبعا النون من مخرج والميم من مخرج، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك بينهما تجانس. نأتي الآن إلى المثال الثاني وهو الدال لو جاء بعدها حرف التاء. مثاله قد تبين، كيف ننطق؟ نقول قد ت، قد ت، قد تبين، مهدت. الأصل أن نقول، يعني هو في التهجئة نقول مهدت، لكننا بسبب التجانس نقول مهدت، والدال لا ننطقها كدت، كدت. الدال لا ننطقها لأنها أيضا ساكنة والحرف اللي بعدها يجانسها فندخلها أو نضغمها فيه. طبعا هنا الإضغام يكون بغير غنة. الباء الساكنة مع الميم، نحن نعلم أن الباء تخرج من الشفتين والميم أيضا من الشفتين، لكن للباء صفات وللميم صفات أخرى. مثالها يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، أين الباء؟ أضغمت في الميم. لماذا وقفنا عند الميم المشددة؟ قلنا إذا جاءت ميم مشددة تلقائيا فيها غنة بمقدار حركتين. إذا هنا في هذا المثال نقول قد حسمنا الأمر بأن هنا الحكم إضغام متجانسين لكنه بغنة بسبب وجود حرف الميم. نأتي إلى المثال الذي بعده وهو الذال وبعدها حرف الذال وبعدها حرف الظاء. الذال والظاء. المثال إذ ظلمتم، كيف ننطقها؟ نقول إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، وكأنه لا وجود للذال. أين ذهبت الذال؟ أضغمت في حرف الظاء، أضغمت في حرف الظاء. نأتي الآن إلى أمثلة أخرى من إضغام المتجانسين. لنقف الآن عند الثاء الساكنة إذا جاء بعدها حرف الذال. ليكن المثال يلهث ذلك، يلهث ذلك. حرف الثاء الساكن جاء بعده حرف الذال، عندما ننطقها نضغمها فيه لأنها متجانسة معه ولها نفس المخرج لكنها تختلف في الصفة. كيف ننطقها؟ نتجاهل حرف الثاء أو لا نتجاهله، وإنما ندخله إدخالا كاملا في حرف الذال فنقول يلهث ذلك، يلهث ذلك. وهنا أيضا الإضغام بغير غنة. أيضا عندنا مثال الطاء الساكنة وبعدها التاء، الطاء الساكنة وبعدها التاء. مثالها بسطتُ، بسطتُ، انتبهوا لللفظ. أيضا أحطتُ، أنا لم أنطق الطاء وإنما أبقيت على صفة الطاء وهي التفخيم، أبقيت على صفة الطاء وهي التفخيم. فرطتُ، فرطتم، فعلياً أنا ما نطقته حرف التاء وليس حرف الطاء، ولكنني جئت وأبقيت على صفة التفخيم الموجودة في حرف الطاء. نأتي إلى الملاحظة الهامة، نقول تبقى في هذه الحالة صفة التفخيم في الطاء المضغمة في التاء، وهنا الإضغام يكون ناقص لذهاب الحرف وبقى صفته في حرف الطاء إذا جاء بعده تاء، ولذلك نقول أحطتُ. فعليا تشعر بأن هناك نوع من التفخيم ثم نأتي إلى حرف التاء،
من أين جاء التفخيم؟ لأن التاء مرققة، فمن أين جاء التفخيم؟ جاء التفخيم بسبب وجود حرف الطاء الذي أضغم في حرف التاء، فمن باب الوفاء يبقى صفته. نأتي الآن إلى النوع الثالث من أنواع الإضغام، وهو إضغام المتقاربين. إضغام المتقاربين إذا تقارب حرفان مخرجا وصفة، كان الأول منهما ساكنا وجب إضغامه في الثاني بلا غنة، بلا غنة. نأتي ونركز، أي إضغام أيا كان نوعه يجب أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، ثم بعد ذلك نبدأ لنتحقق من الأحرف. إذا كان متماثلان كان إضغاما متماثلا، إذا كان هذان الحرفان متجانسان يتفقان في المخرج ويختلفان في الصفة، إذا هنا الإضغام متجانس. إذا كان الإضغام أو الحرفان متقاربان، الأول ساكن والثاني متحرك، فهنا الإضغام إضغام متقاربين لكنه بغير غنة. نأتي إلى حالات إضغام المتقاربين. الأولى اللام وبعدها الراء، كما في قوله سبحانه وتعالى وقل ربي. أين اللام؟ أضغمت في الراء. الحالة الثانية هي القاف، وبعدها إذا جاء بعدها حرف الكاف، إك. سنجد أن حرفا أسفل أخيه لكنهما يتفقان في أصل، المخرجين متقاربين من بعضهما، لذلك نقول مثالها ألم نخلق، هي يعني في التهجئة نخلقكم، لكننا بسبب التقارب بين القاف والكاف نقول ألم نخلقكم، ولا وجود لحرف القاف في هذه المسألة. طبعا إلى هنا وبعد استعراض هذه الأنواع من أنواع الإضغام نكون بإذن الله قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى مع أحكام أخرى سنتناول فيها بإذن الله عز وجل عددا من الأحكام الخاصة بالمدود بأنواعها. نلتقيكم إلى ذلك الحين، نلتقيكم على بركة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.